تحديدا إلى النجف. يقول أحد النشطاء: أدخلني أحد الأصدقاء من محافظة النجف إلى وسط محمية باكستان، بحسب تسمية نشطاء عراقيين. ويضيف هذا الناشط: إن المنطقة عبارة عن مجمع سكني وفندق 5 نجوم وشقق فندقية وخدمات صحية ومدرسية وملاهي أطفال خاصة فقط بالباكستانيين الذين ينعمون برغد العيش في مدينة النجف، وذلك بأمر وحماية من قبل شخص يدعى بشير النجفي. يتابع الشاب أن الكهرباء في التجمع الباكستاني لا تنقطع أبدا، وأبناء النجف يعيشون واقعا اقتصاديا صعبا ككل المحافظات العراقية ويحرمون من الكهرباء والماء والخدمات. نتابع. في 2019 أنا في مدينة النجف الأشراف، على بعد تقريب 300 متر عن صحن الإمام علي عليه السلام. هذا المجمع اسمه مجمع زمزم. هذا فندق، شقق فندقية هذا المجمع، وهذا دار مدارس فيها ظلمة، وهاي العمارات السكنية اللي تبيني جنيد هاي كلها للباكستاني بشير النجفي. مكرر لآية الله يسمونه العظمى بشير النجفي، اسمه مجمع زمزم. هذا كله هذا خاص طبعا، أنا عن طريق صديق من النجف قدرت أدخل له، لأن هذا لا يدخله إلا الباكستانيون ويعني جماعتهم وأتباعهم، فهذا كل الحولة خاص الباكستانيين والأفغان، بعض الإيرانيين والإيرانيين، لكن هي الأغلبية باكستانيين لأنهم من أصول الشيخ بشير النجفي المرجع الديني. والله يطيح حظك أمريكا، وين وصلت؟ العراق. صرنا بيد الباكستاني والإيراني